الرئيس السيسي يلقي اليوم كلمة في الجلسة الرئيسية لمنتدى المناخ الأمن. الاتحاد الأوروبي يرفض دعوة أمريكية للانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران. والقيادة المركزية الأمريكية ترجح سحب 1000 من قواتها في أفغانستان. السابعة صباحاً الخامسة بتوقيت جرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. يلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة اليوم أمام الجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونخ للأمن، ويعرض الرئيس السيسي في كلمته أمام المؤتمر رؤية مصر حول مختلف القضايا. جدير بالذكر أن الرئيس السيسي هو أول زعيم غير أوروبي يتحدث أمام الجلسة الرئيسية للمنتدى. أعلن الاتحاد الأوروبي وألمانيا رفضهما مناشدة نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس للأوروبيين للانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران. وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أمام مؤتمر ميونخ للأمن إن أوروبا وجدت سبلا لإبقاء إيران في الاتفاق حتى اليوم. كما أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي موغريني أن التكتل مصمم على التطبيق الكامل للاتفاق، معتبرة أنه أمر حيوي للأمن الأوروبي. قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أنه لم يلمس أي مؤشرات جديدة من روسيا بشأن إنقاذ معاهدة الحد من الصواريخ النووية متوسطة المدى. وأضاف على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن أن الاجتماع الذي عقده مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لم يحقق أي اختراق، ولم يعطي أي مؤشر إلى وجود نية لدى موسكو بتراجع عن منظومة صاروخية يعتبر الحلف أنها تخرق معاهدة الحد من الصواريخ النووية متوسطة المدى. قال قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي الجنرال جوزيف فوتيل أن الولايات المتحدة قد تسحب أكثر من 1000 عنصر من قواتها المتواجدة على الأراضي الأفغانية. وتوقع الجنرال أن يقلص الجيش الأمريكي عدد قواته في أفغانستان في إطار حملة يشرف عليها القائد العسكري الجديد. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الكونغرس في وقت سابق من الشهر الجاري أنه ينوي سحب جزء من القوات الأمريكية من أفغانستان في ظل ما تحقق من تقدم في مفاوضات السلام مع حركة طالبان. أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل 5 أشخاص في إطلاق نار قرب مدينة شيكاغو في ولاية إلينوي. وبحسب بيانات الشرطة فإن 5 من عناصر الأمن أصيبوا بالرصاص، وأن مطلق النار رجل يبلغ من العمر 45 عاما ويدعى جاري مارتن، وقد أردته قوات الأمن قتيلا. أعلنت مفوضية الانتخابات في نيجيريا قبيل ساعات من فتح مراكز الاقتراع أبوابها إرجاء الانتخابات الرئاسية والتشريعية لأسبوع واحد بسبب مشاكل لوجستية وتأخر وصول أوراق الاقتراع لبعض الولايات. وفي ختام اجتماع طارئ عقدته المفوضية في أبوجا، قال رئيسها محمود يعقوب إن الموعد الجديد للانتخابات هو السبت المقبل 23 فبراير. ويواجه الرئيس محمد بخاري منافسة شديدة من مرشح المعارضة أتيكو أبو بكر نائب الرئيس السابق ورجل الأعمال. نهاية الموجز، لمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم على طيب المتابعة ودمتم في أمان الله.